السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة يوم جديد وجولة جديدة. جولتنا النهاردة هتكون في الرويعي، العنوان بالتفصيل هسيبه لكم في صندوق الوصف. فيديو النهاردة ان شاء الله يكون كله مفاجآت، اسعار حلوة جدا جدا، شنط براندات اسعار بتبدأ 65 و75 و85 واعلى حاجة في المكان 100 جنيه، شنط المحلات البراندات العالية جدا. الفيديو كله مفاجآت، تابعوني لاخر الفيديو هتشوفوا اسعار وموديلات حلوة جدا جدا. بس لو لسه ما اشتركتوش اشتركوا في القناة وفعلوا لي الجرس، واهم حاجة لايكات كتير جدا للفيديو. اللايك بيدعمني ويشجعني اعمل لكم جولات واجيب لكم خصومات من اكبر المحلات. ونبدأ الفيديو على بركة الله. ازيكم حبايب قلبي؟ النهارده يوم جديد وجوله جديده. جولتنا النهارده هتكون في الرويعي عن الشنط عند فرشه عم سعيد. ازيك يا عم سعيد الاول؟ سلم على الناس الاول، عامل ايه؟ هنا مكاننا فين؟ في الرويعي قدام محل الحمد. محل الحمد ده احذيه. احذيه ده احذيه، صح كده؟ طب رقم تليفونك اللي حابب يجي ايه يا عم سعيد؟ 012 83 64 64 24 24 12. رقمه سهل خالص، هحط لكم ان شاء الله طول عرض الفيديو على الشاشه، واعرض لكم برضو بعض الموديلات اللي عنده. كل الاسعار اللي هنا بتتراوح من كام لكام؟ من 65 ل 100. من 65 ل 100، تمام. هنشوف برضو بعض الموديلات اللي موجوده هنا. ديت سعرها كلها ايه؟ 100. كله 100 ده، كله 100. انا هوريكم بعض الموديلات بقى عشان هو لسه بادئ. دي سعرها 100 جنيه برضو، في منها الوان صح؟ كل الالوان، كل الالوان موجوده. بصوا دي كام جيب؟ دي 3 جيب. دي حلوه قوي. هي دي كروس ولا عاديه؟ كروس، فيها كروس برضو عشان شايفه. بصوا هنا مكان الكروس شكلها شيك قوي وحلو قوي. دي سعرها 100 جنيه، في منها برضو الوان. دي واحده، وادي لون تاني منها، في الاسود منها، في كل الالوان، في كل الالوان. دي موجود منها كل الالوان. ادي لون كمان. انا بحاول اعرض لكم بعض الحاجات الموجوده، حاجات حلوه جدا. بصوا دي بقى شنط تحفه قوي انا بحاول احطها لكم بس اوريها لكم. هو عمال يطلع لنا في شنط، دي شكلها تحفه قوي. بصوا حلوه جدا. دي كروس برده جلد وكبيره، دي جيب واحد بس كروس كبيره برده، حلوه قوي. دي ده مش جيب على فكره، ده شكل كده منظر بس. بصوا طلع لنا واحده كمان، دي 100 برده. 100 كل ده، 100 ده، 100 برده. انا بحاول اوريكم بعض الموديلات الموجوده، ودي برده سعرها 100 جنيه. المكان بس للاسف ضيق، بحاول على قد ما اقدر اوريها لكم. دي 100 جنيه. بصوا معايا اشكال ثانيه كتير جدا. بصوا عمال يطلع لنا برده اشكال حلوه قوي. كل ده 100 جنيه، كل ده 100. بس هي متطبقه بس عشان كده مش باينه قوي، مش واضحه قوي. لما بتتملي زي كده بتبقى باينه قوي معايا. بصوا دي برده 100 جنيه. بوريكم كام جيب بس، هي جيبين اتنين، تمام. دي 100، ودي برده 100 جنيه، حلو قوي برده. دي سعرها 100 جنيه. بصوا اغلب الشنط هنا كروس. دي 3 جيب كروس، حلو قوي، حلو قوي كروس، و100 جنيه حلوه جدا. الشنط دي تحفه. بصوا دي كميات بقى الاطفال، موظفين، الناس دي بتبقى الشنط الكبيره حلوه قوي ليهم. واحلى حاجه ان هي كلها كروس، وكروس جلد. بصوا حلوه جدا. دي جيبين برده. بصوا دي واحده ثانيه برده، دي 100 جنيه برده يا عم سعيد. دي اي حاجه 100 جنيه، تمام. اتفضل. دي برده 100 جنيه، حلوه قوي يا عم سعيد دي. بصوا عمال يجيب لنا في موديلات ما شاء الله، المكان هنا مليان. هسيب لكم التليفون طول عرض الفيديو على الشاشه، وكمان العنوان هكتبه لكم في صندوق الوصف. حلوه قوي. دي 100 جنيه برده كروس جلد. انا بحب الكروس الجلد طبعا عن السلسله، مع ان السلسله طالع جديد، بس دي جيب واحد. انا بحاول اوريكم كل حاجه موجوده في المكان. بصوا البني الهافان دي، هات لنا الهافان دي كده يا عم سعيد. بصوا دي برده شكلها جديد وحلوه جدا، بحاول اوريها لكم. اغلب الشنط اللي هنا كلها كروس، حلوه قوي. دي ده جيب كده شكل بس مش اكتر، دي جيب واحد. ايه الجمال ده يا عم سعيد؟ السمره دي حلوه قوي. اللي بيحب السوست الكتير بقى موجوده، واللي كده موجوده. بص انا بوريكم الموديل، 3 سوست حلوه قوي دي، وكروس كمان. دي شياكه قوي. دي 100 جنيه برده. دي 100، كل ده 100، كل الكبير ده 100. بصوا دي كمان 100، حلوه قوي. بصوا 3 جيب برده، الجيوب الكتير حلوه قوي. في صغير برده يا عم سعيد. الحاجات اللي هي الكروسات دي، الكروسات الصغيره دي عامله كام؟ طب ده كله في منها تحت ولا لا؟ دي زارة برضو مكتوب عليها زارة، بحاول اوريكم بس ان كل الالوان موجودة. دي 3 جيب، وفي جيب صغير ورا كمان، حلوة جدا. 100 جنيه دي برضو. ده
كل ده الظهر عامل كام؟ طب ثواني اعمل لهم زوم عليه. اي ظهر 65؟ اي شنطه من اللي انتوا شايفينها اللي هي الظهر دي 65. بس احاول اقرب اوريكم كذا واحده بس اللي هي الموجوده تحت ده كله 65 يا عم سعيد. اي شنطه من دي 65 اللي هي الظهر. في الوان كتير جدا والاسود طبعا اكيد بيبقى موجود في كل موديل معانا. بصوا كل ده 65، كل الظهر ده 65. حلو قوي. في موديلات كتير دي هنا برضو ما عرضناهاش معانا. بصوا دي برضو حلوه قوي. بصوا كل الشنط كروس جلد عشان تبقى واضحه معاكم بس. وده 2 سوسته، دي 2 جيب بس، 2 ظرف. حلو قوي. في كحلي، في كل الالوان موجوده معانا. بصوا عمال يطلع لنا في حاجات حلوه جدا جدا. بصوا الجمال، شايفين الشياكه حلوه قوي. زهره مكتوب عليها زهره برضو. كام جيب دي؟ دي جيب واحد صح؟ دي جيب، دي لا من جوه متقسمه بس هي سوسته واحده بره. سوسته واحده مقسمه. التقفيل حلو برضو من جوه مش وحش. وخروس جلد حلوه قوي، خروس الجلد حلوه جدا دي. بصوا موديلات كتير قوي، يعني كل ما هنطلع هنلاقي موديل مختلف. ما شاء الله الفرشه هنا مليانه موديلات كتير قوي. بصوا انا عماله اجيب لكم في شنط، المكان بس للاسف ضيق. دي واحده ثانيه برضو حلوه قوي. بصوا هحاول اطلعها لكم كده كده، هطلعها لكم، لازم اطلعها لكل حبايبي يشوفوها. بصوا حلوه جدا دي، شياكه قوي وشكلها شيك قوي. دي 3 جيب وليها برضو كروس، حلوه قوي. بصوا حلوه قوي، موديلات كتير جدا جدا. طب الموديلات اللي هنا دي عامله كام يا عم سعيد؟ فين ابو 65 بقى؟ 65. وده طب ده سعره كام؟ نكمل. هو هنا من 65 ل 100 على حسب بقى. على حسب صح كده؟ يعني الحته زي دي عامله كام؟ 75. 75 ووريها لكم برضو. بصوا دي بقى اللي هي السلسله دي 75 اللي هي الكروس السلسله، جلد على سلسله. حلوه قوي دي، 3 ظرف كمان، شياكه قوي. دي حاجه، دي 100 يعني. هنا من 65 ل 100 ب 100. انما هناك كلها سعر موحد. سعر موحد كام اللي هناك؟ قلنا 100 جنيه سعرها كلها 100 جنيه. هنا بقى من 65 ل 100. بصوا المستردة دي برضو، الابل المستردة فيه ظرفين والكروس بتاعها جلد كمان. تمام. بصوا هنا برضو يعني الاسعار كلها بتتراوح، سعرها كلها مقارب لبعضه. دي برضو شكلها شيك جديده، دي اللي هي الدايره دي كانت طالعه برضو موضه بس في ماتريال مختلف. حلوه جدا دي برضو. بصوا انا عماله الف، كل ما الف هجيب لكم موديل مختلف. ما شاء الله المكان هنا مليان موديلات كتير قوي. بصوا هات يا عم سعيد. 75 دي 75 دي شياكه دي. بصوا حاجه سيمبل خالص. طب اثبتي نوريكم بس. نوريك المتابعين بس. حلو قوي دي ب 100. طيب ماشي هوريها لهم. بصوا دي حلوه قوي. بصوا الشياكه دي حلوه قوي. دي 100 يا عم سعيد صح؟ بصوا دي 100 بقى، دي شيكه قوي قوي، شكلها شيك قوي، حلوه جدا دي. بصوا انا عماله افتحها مش عارفه بايدي قافلنا جامد. بصوا حلوه قوي، شكلها شيك جدا، ظرف واحد جوه، حلوه قوي. دي بتتشبك كده وتتلف. حلوه قوي. بصوا المكان ما شاء الله، بس انا بصور لكم بصحوبه. حلوه قوي، ايه الجمال ده؟ ايه ده؟ بصوا بقى اللي بيحب الالوان، اللي عايز حاجه لطقم معين لون، فاللون التركواز موجود. حلو قوي. دي 2 ظرف برضه. حلو قوي، الاسعار هنا متفاوته كلها. انا بحاول اعرض لكم بس. بصوا دي برضه حاجه ثانيه. ده موديل ثاني، الاسعار هنا كويسه جدا. ماتريال الحاجه حلو مش شعبي. واللي بيحب الكروس الصغير برضه موجود، كروس صغير اللي ده كان طالع موضه برضه. ده ماتريال حلو مش وحش. بالنسبه للسعر بتاعه حلو جدا. انا بحاول اوريكم بس بعض الموديلات. ما شاء الله المكان اما تيجوا هتلاقوا كل حاجه موجوده هنا. وانا اوريكم عم سعيد عشان ما تتوهوش على المكان. وهسيب لكم برده رقم التليفون لو ما عرفتوش توصلوا. بصوا دي بقى اللي هي الكبيره صفر. خد العرض، هوريه، هاخد لك العرض. حاضر تمام، بوريهم بس الموديلات الموجوده عشان اللي يجي. على طول بينزل حاجات جديده يا عم سعيد كل يوم. دي قلب كده، دي شكل قلب. سوسته بتاعتها سوسته واحده، دي اللي هي الجامده شويه مش الطريه. حلوه قوي. بصوا ما شاء الله كتير قوي، انا عماله كل بصوا دي برده شكلها شيك قوي. 85. حلوه قوي دي اللي هي بتتلف برده. بصوا دي اللي هي البقره اللي بتتلف صح كده؟
بلف ايدي، انا مش عارفه الف بس واحده. دي ما بتتلفش، دي كبسوله. الثانيه اللي بتتلف انا عماله الفها مش فاضيه. بص دي كبسوله حلوه قوي، دي كليات بقى وجامعات حلوه قوي. الحاجات الصغننه دي شكلها شياكه. بصوا دي سعرها كام اللي في ايدي دي؟ 75. بجد موديلات كتير جدا جدا هتلاقوها موجوده هنا. بصوا انا بعرض لكم بعض الموديلات الموجوده، يعني في هنا حاجات اكتر من كده بكتير، وكل يوم بينزل له موديلات جديده حلوه جدا. دي برضو دي اكيد كبسونه، دي كبسونتين كمان. بصوا كبسونتين واتنين ظرف تعتبر، حلوه قوي شياكه دي. ايه الجمال ده؟ عامله كام دي؟ 100. دي عامله 100 بس شكلها شيك جدا. الحاجات الرقيقه دي بتبقى شكلها حلو قوي. بصوا صغيره وشكلها شيك جدا دي. والحاجات اللي في العرض دي هي الموجوده برضو تحت كده يا عم سعيد. كل الموجود تحت، كل ده موجود من اللي تحت. بص اعمل لكم زوم بسيط بس عشان تشوفوها كل حاجه. انا قلت لكم ان هو قصاد محل الحمد للاحذيه، ورقم التليفون هيفضل ظاهر معاكم طوال عرض الفيديو على الشاشه ان شاء الله باذن الله. والعنوان احنا هنا في الرويعي، تمام كده؟ تمام يا عم سعيد، شكرا معلش تعبتك معايا. امام محل الحمد. امام محل الحمد، انا جبته لكم كذا مره، ده الحمد للاحذيه. أيوة. هنا عم سعيد، واللي مش عارف يوصل هيلاقي رقم التليفون ظاهر معايا طول عرض الفيديو على الشاشه. تعبناك معانا شويه دول يا عم سعيد. الله يخليك، تسلم. تسلم لي، الله يخليك، شكرا بألف هنا. كده يا حبايب قلبي قد خلصت جوله النهارده من الرويعي. قلنا العنوان في الفيديو ورقم التليفون هيفضل ظاهر معاكم طول عرض الفيديو على الشاشه. انا بحاول اجيب لكم اماكن بيبيع حاجات حلوه جدا، اسعارها تكون رخيصه قوي وكمان ماتيريال عالي. الشنط دي كلها في منها براندات وفي تصفيات محلات، حاجات عاليه وخامات عاليه قوي قوي. قلنا الاسعار بتاعتنا بتبدا من 65 و75 و85، واعلى حاجه في المكان كانت ب 100 جنيه بس. شفنا الشنط الظهر، وكان في شنط الكروس وشنط كمان الاحجام العائليه، في حاجات كتير جدا جدا في الفيديو شفناها مع بعض. تابعوني بقى واشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وفعلوا لي الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد انزله ان شاء الله. واهم حاجه اضغطوا لي لايك كتير جدا للفيديو، اللايك هيدعمني ويشجعني اعمل لكم جولات واجيب لكم كمان خصومات من اكبر المحلات. يلا انزلوا حالا حالا اضغطوا لايك، واشوف وشكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.